شنو سيدي عبد السلام احمد السلام سيده شلون عيدها سيده منو عيد سؤالك سيدي عشان الناس تستفيد سيده النساء العالمين السيده خديجه الكبرى زوجة النبي نعم اخو انت قول سيده نساء اهل الجنه السيده فاطمه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته استعدون باستعدون بان شاء الله أهلا أهلا وخديجة بنت خويلد ورد في شرق وقالوا أن فضل عائشة على النساء فضل التاريخ على النساء لا أهلا أهلا سيدي شلونك الله يسلمك هاي سبحان الله بسم الله خفيفة الله نعم نقاش حلو اليوم دينا تفضل اي نعم سيدي تكمل حجازي تزن وان فضل عائشة على النساء مساك الله بالخير على الان الرضاعة يقول اذا ما السريد تقدمه بخبز اذا ما الخبز تقدمه بلحم فذاك امانة الله السريد أدد يا راجل اطلع من عندك بالقطبية والغوثية حجازي لا تبخل على الناس لا إله إلا الله قطب زمانه وغوث أوانه يا عين